لو شفتي تهافت الأطفال إلي كيف حبه حق هالأطفال؟ أهو كان يحضن كل طفل عن قرب، يلمس كل طفل بحب، تحسي كأنه أب، كأنه جد لجميع، قريب من كل هذيل الأطفال. سووا طاقة إيجابية في المركز بطريقة للجميع، الستاف، الأطفال اللي حوالينا، وإحنا تعلمنا نفس الشيء، إحنا رضينا تحطمهم وتعلمنا نفس الشيء. تحسي الحمد لله رب العالمين ما قصروا فينا، خذينا مناصب، خذينا يعني حقنا وزيادة اللهم لك الحمد. نفس الوقت عطينا هذا المجتمع مثل ما هو قدمانا عطيناه بزيادة يعني.